الرافدة شيخ سالف أوزان في ده الله السيد الرافدة جماعة من الشيعة. رافدة إسا جروب فروم شيعة، فرقة من الشيعة، إسا برانش فروم شيعة. يقال لهم رافدة، they are called رافدة. يقال لهم يمية، they are also called إمامية. أي نعم، يقال لهم جعفرية، they are also called جعفرية، لأنهم ينسبون إلى جعفر الصادق رحمه الله. Because they are associated with جعفر الصادق رحمه الله، وهو بريء من is free from them. نعم، هذه أسماء لهم، هو فرقة من الشيعة. These are their names and it is a group from is a group from from Shia. نعم، Shia أصناف منهم فاطميون وهم أشد فرق. Shia is a different group different يعني is a أصناف يعني different groups they includes فاطميون وهم أشد فرق and is the most extreme group. ومنهم إسلاميون دو أرسو إسلام فروم فروم شيعة إسلام إسماعيليون، ومنهم علويون علويون دي سونار دي 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 فولو أوف أسد، منهم دروز أرسو كلهم فرق من الشيعة. دي أول أوف ديم أر جروب فروم شيعة، وهي متفاوتة فرق يعني دي أر ديفرنت جروب. ومنهم زيدية، دي زيدية أر فاوند إن يمن، كلهم فرقة متفاوتة and they are different. They are different, different group, you know.